تهيئه الطلاب لسوق العمل من اولويات الدوله في الجمهوريه الجديده وهو ما يصب في صالح تحقيق اهداف التنميه المستدامه وتقوم استراتيجيه الدوله في هذا الصدد على تنويع مجالات الدراسه ومواكبه التغير في متطلبات سوق العمل الى جانب التركيز على قطاع التدريب والتاهيل اتاحه التعليم لكل الفئات دون تمييز هو حق اصيل لكل مواطن والتعليم الجامعي هو حاضنه لاعداد الطلاب لسوق العمل للمساهمه في تحقيق اهداف التنميه المستدامه ويعد تاهيل الطلاب لسوق العمل امرا لا مفر منه في ظل التغيرات المتسارعه التي يشهدها العالم فيما يخص مستقبل العمل، ولم تعد تركيبة الوظائف التي يحتاجها سوق العمل كما كانت في السابق، وبات التركيز الآن على الوظائف في التخصصات التقنية والتكنولوجية، ومن هنا جاء حرص الدولة على مواكبة هذا التطور، بالتركيز على التعليم التقني وتوفير مسارات تعليمية، سواء في المرحلة قبل الجامعية أو ما بعدها. وتسعى الدولة إلى أن تتضمن البرامج التعليمية برامج علمية ميدانية على أن يحتل التدريب العملي نسبة 75% فيما يقتصر التدريب النظري على 25% من مناهج التعليم في الكليات كما تعمل الدوله على التوسع في مبادرات صقل المهارات الرقميه لاعداد اجيال قادره على المنافسه في سوق العمل في هذا المجال وتعد الشراكه مع المؤسسات الدوليه والوطنيه من اهم روافد التاهيل لسوق العمل فضلا عن التوسع في انشاء المراكز الجماعيه للتطوير المهني ولا يمكن اغفال اهميه التوسع في انشاء التحالفات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والشركاء الصناعيين والزراعيين لتهيئه الخريجين لسوق العمل ان النهوض بالطالب الجامعي يعد استثمارا في مستقبل مصر وذلك من خلال توفير الكوادر البشريه الماهره اللازمه لتحقيق التنميه المستدامه وتعزيز قدره مصر على المنافسه العالميه وتحقيق طموحات الشباب المصري